مغامرة أخرى تعتزم حكومة مصطفى الكاظمي القيام بها لمحاولة سد العجز وتوفير السيولة، فبعد مخططاتها لبيع ممتلكات الدولة أو تعريضها للخصخصة الشاملة، وصل بها الحال إلى رهن النفط، ثروة العراق الأولى وعماد اقتصاده، دون مراعاة أي تطورات مستقبلية قد تدفع الأسعار إلى الصعود. صفقات بيع النفط بالدفع المسبق الذي انتهجته الحكومة في الآونة الأخيرة ضمن حزمة معالجات سريعة لتلافي الأزمة المالية في البلاد ومساعيها لتأمين الرواتب ونفقات الموازنة التشغيلية، ولدت سخطا متصاعدا في العراق إزاء سياسة معالجة الخطأ بخطأ أكبر. وكالة رويترز أكدت أن شركة تسويق النفط العراقي سومو عرضت 4 ملايين برميل من خام البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 من كانون الثاني الجاري. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن إجمالي الكمية يبدو أكبر مما تشهده عادة العطاءات الفورية الشهرية لسومو في الآونة الأخيرة، وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه خلال الشهرين الماضيين، إذ سبق أن أكدت تقارير بيع العراق كميات من خام البصرة إلى الصين وتسلم ثمنها مقدما وفق سعر البرميل المعتمد بتاريخ توقيع الصفقة. مقرر اللجنة المالية في البرلمان فلاح الخفاجي اعتبر أن مثل هذه الصفقات تحمل شبهات فساد، مؤكدا أن أموال هذه الاتفاقيات لا تدخل ضمن الموازنة وتحتاج إلى متابعة ومراقبة ومعرفة مصير الأموال التي تحققت منها. الصفقة أثارت أيضا حفيظة نواب البصرة الذين عدوها بمثابة سرقة من أموال المحافظة كون النفط المباع هو من حقولها. وقال النائب على المحافظة رامي السكيني إن الصادرات النفطية لا تعطي كل الاستحقاقات للبصرة من التصدير، وهي المحافظة المنتجة للنفط والتي يتحمل سكانها المخلفات النفطية وأضرارها البيئية. لم يكتفي نظام المحاصصة الطائفية بتدمير حاضر العراق، بل بات يسعى إلى تدمير مستقبله وتحميل الأجيال القادمة ثمن فساد أحزابه وعبثهم بمقدرات البلاد ووأد أحلام شعب يريد الخلاص منهم ومن نظامهم الفاشل.